أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الفقير إذا كان يفعل بعض المعاصي مثل شرب الدخان ونحوه، نسأل الله العافية، فهل يعطى من الزكاة أو يبحث عن فقير آخر؟ المسلم يعطى من الزكاة ولو كان عاصيا، المسلم الفقير يعطى من الزكاة ولو كان عاصيا، ولكن إعطاؤها لأهل الطاعة أفضل، أما الإجزاء فتجزي لكل مسلم وإن كان عاصيا، لكن الأفضل أنك تعطيها المطيع والصالح ليستعين بها على الطاعة. نعم.